شاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجع بلادنا مخلفا آلاف الشهداء والعديد من الجرحى شفاهم الله. وقد كان المصاب عظيما والألم شديدا، ومسنا جميعا ملكا وشعبا من طنجة إلى القويرة ومن شرق البلاد إلى غربها. قال تعالى: قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، صدق الله العظيم. وإننا ندعو عز وجل أن يثبت أرضه رحمة بعباده الضعفاء والمساكين، فهو أرحم الراحمين. وإذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار. لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة والإسراع بالتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة وتوفير الخدمات الأساسية. ورغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم ويبعث على الاعتزاز ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني وعموم المغاربة داخل الوطن وخارجه من مظاهر التكافل الصادق والتضامن التلقائي مع إخوانهم المنكوبين. كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة الملكية ومختلف القوات الأمنية والقطاعات الحكومية والإدارة الترابية لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة. ولا يفوتنا أن نجدد عبارة الشكر للدول الشقيقة والصديقة التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم. حضرات السيدات والسادة، لقد أظهرت هذه الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما على مواصلة مسارنا بكل ثقة وتفاؤل.